نزلت لكم بالبوتيك هذا، أنا وايد أستخدمهم، بس أنا اللي عندي غلاس لأني ما أحب أشتري بلاستيك، بس وايد ثقال الغلاس. فلما نزلوا هذول البوتيكات وايد استانست عليهم. ليش؟ لأن الماتيريال اللي مستخدمينه صديق للبيئة، فمو نفس البلاستيك ما يتحلل، هذا يتحلل. تقدرون تحطون فيه أي شيء بارد أو حار، تقدرون تحطونه بالمايكرويف، تقدرون تحطونه بالفريزر، تقدرون تحطونه بالدش واشر تغسلونه. أوكي، من داخل إيه 5 تقسيمات، وهني حق الصوص إذا بتحطون كاتشب أو شيء عشان تقمسون، بعدين تقدرون تسكونه كذي، وبعدين تسكونه هني فوقه. لما تبطلونه تلاقون قفشة وشوكة. أبي أجيب هني مكتوب كل شيء على العلبة، ويمنه كذا لون، كل شيء تحطونه داخل يظل فريش وما يدش ببعض. في منه كذا لون، نزلت لكم اياه بالبوتيك، بس انا طلبت الاخضر وطلبت البيج وبس. الحين بحط لكم ارقامهم بالبوتيك.